السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، معكم الأستاذ ناصري تاع إنجليزية، ومرحبا بكم في فيديو آخر معنا على القناة ناصري أونجلي. Hello everyone, my name is Mr. Nasri and welcome to a new video on our channel ناصري أونجلي. Today we have a very important video for you guys. اليوم عندنا فيديو مهم جدا لكم اللي هو درس من دروس الأسئلة عن النص. Today the video is going to be about one of the main lessons to answering the questions to a text. في هذا الدرس وش حنديرو؟ في المرة السابقة هدرنا على الأسئلة للنصوص عامة في شهادة البكالوريا أو في امتحان المستويات الإنجليزية. فككت لكم هذوك الدروس اون جينيرال، وقلت لكم باللي دروس العامة هم خمس دروس. دروس عبارة عن types of text, true or false, أو underlined words, or in which paragraph, or answering questions. وقلت لكم من أجل الإجابة عن أسئلة النصوص كامل لهم 7 نقاط في شهادة البكالوريا، مهما كانت الشعبة تاعك واجب عليكم تحكموا كل درس تفككوه وحده. احنا دوكا في كل فيديو من الفيديوهات القادمة راح نحكموا الدرس and you have to learn them step by step، يعني درجة بدرجة تبدأ تفهم الدروس. كل درس تفهمه أبليكيه في مجموعة من المواضيع. كي تفهم هذاك الدرس 100% when you understand the lesson 100% then you will go to the next lesson. كي تفهم الدرس 100% بعدها تروح إلى الدرس الآخر، تزيد تفهم هذاك وتزيد تافونسي. إذن احنا الهدف تاعنا هو تبسيط هذا الدروس الكامل تلاميذ التوانا. ماذا بيا تبعونا إلى آخر الفيديو، لأن في آخر الفيديو ندير لكم تمرين أنتم تريبونديو لنا عليه في التعليقات وإحنا نصحوا لكم. So from all the lessons that we talked about in our previous video، من بين كل الدروس اللي هدرنا عليهم في الفيديوهات السابقة، كل واحد من هذوك الدروس عليه علامة في الامتحان. Every single one of these lessons has their own marks. كاين دروس عليهم نقطة، دروس عليهم نقطتين، دروس عليهم 3 نقاط، دروس عليهم نقطة ونص، ودرس عليه نص نقطة. انت لازم تكون تعرفهم كامل باش على 7 نقاط مينيموم تقدر تجيب لي على الأقل 5 نقاط ونصف. إذن on our first video about answering questions to the text, we are going to talk about من في فيديو الأول تاعنا عن الإجابة عن أسئلة النص لهذا السنة الدراسية راح نهضروا على الدرس تاع underlined words. هو الدرس اللي نقول كامل التلاميذ تاعنا في شهادة البكالوريا يبدأوا به. في المسودة هناك طريقة كيفاش تريبوندي على الموضوع تاعك. الطريقة الأولى أنا اللي نعطي التلاميذ كأسهل طريقة لينقص من الضغط اللي هو الإجابة عن الأسئلة اللي تعرفوهم وتضمنوا نقاط تاعهم. قلت للتلاميذ تاعي كامل لازم مينيموم تدي 13 على 20 كي تكون بانيكي، يعني كي تكون تحت ضغط تقدر تضمن 13 نقطة. 7 نقاط الأخرى فيها تركيز بيان سور. إذن الدرس الأول قلنا underlined words. أول حاجة قلت لكم كل درس عنده name, scheme, rule, exercise، يعني عنده اسم، شيما، قانون، exercise. نفس الطريقة نحلو في القسم ونفس الطريقة نحلو في على اليوتيوب ولا في فيديوهات على اليوتيوب. إذن أول حاجة underlined words، شيما تاعو كيفاش يجي التلميذ كيفاش يعقل underlined words. قلنا احنا كيف فككنا المواضيع في الفيديوهات السابقة باللي في الموضوع في النص يعطيك كلمات مسطرة. underlined words تساوي كلمات مسطرة. دوكا هذه الكلمات المسطرة شيما تاعها في الإكزام كيفاش يعطيك كلمة مسطرين ويسقسيك سؤال who or what do the underlined words refer to، الى ماذا ولا من تعود لا تعود الكلمه المسطره في النص. انتم لازم تعرفوا تجبدوا لي السبجكت اللي رانا نهضروا عليه في هذا النص ولا هذيك الفقره ولا الجمله. نعطيكم اكزامبل قبل ما نبداو بالانجليزيه. I will give you an example of this lesson وانتم سيو القولي الحل تاعها. كي نقول لك انا اسامه اشترى سياره، انه يحب السياقه. انه على من أنا نهضرو؟ شنو الفاعل اللي أنا نهضرو عليه؟ أسامة. كي نقول لك for example سلمى ذهبت إلى السوق، إنها تشتري الملابس. إنها على من أنا نتكلمو؟ سلمى. نفس الشيء في الإنجليزية لازم تستخرجوا لي الفاعل اللي رانا نتكلموا عليه في النص، يعني to avoid repetition من أجل القضاء على التكرار ما عليهم غير يستعملون هاد الضمائر في النص. دوكا أنا وش قلت لكم؟ Every lesson is either a key lesson or a branch lesson، يعني أما درس مفتاحي ولا درس فرعي.
حنا واش نديرو؟ رانا نقراو الدروس الاساسيه باش كي تروح للدروس الفرعيه حتجيك بكل سهوله تقدر تريبوندي عليهم كامل. هذا الدرس هدايا درس اساسي لانه حنتلاقاو به في الدروس القادمه. And every single lesson that we have has a key. قلت لكم كل درس عنده المفتاح تاعو. As long as you know the key, you can never make a mistake. مادام تعرف المفتاح تاع الدرس ما كاش كيفاش تغلطي في هذا الدروس. اذا المفتاح تاع هذا الدرس هو pronouns. pronouns اللي هما الضمائر. لكن قلت لكم باش تعرف الضمائر ماشي معناتها غير الضمائر العاديه. حندرسوهم في السبوره، كي نفضلوا السبوره نفكك لكم المفتاح تاع هذا الدرس. نتوما دوكا ما عليك غير تفهم الدرس. الدرس تاعنا قلنا هو على من ولا على ماذا تعود الكلمه المسطره في النص. نوريكم كيفاش تستخرجوا هاد الضمائر هادو على واش يولوا من النص. وبيان سور انا مور ما نفكك لك الدرس لازم اوبليغاتوار تدرب عليه. حنا نديرو تمرين هنايا ونسحقكم انتوما في باقي المواضيع تاع شهاده البكالوريا تريبونديو لي على هاد الدروس ايضا، لانك كي تدرب عليه 5 بكالوريا ولا 6 ولا 5 مواضيع تاع الامتحانات تاع المستويات تاع الانجليزيه ولا 6 موراها تقدر تشوف بلي راك فاهم الدرس. لو كان نديرهم لي كامل صحاح اللهم بارك، تغلط في وحده تعاود من الاول تخير مواضيع اخرى. إذا على من ولا على ماذا تعود الكلمة المسطرة في النص؟ المفتاح تاعو هو pronouns. هذا الدرس تلقى عليه نقطة ونصف الامتحان أو نقطة. دوكا هذا النقطة تلاميذ التوعي نقول لهم باللي نقطة مجانية، هذه نقطة مجانية ولا نقطة ونصف مجانية ما نقدرش نخليك تغلط فيها، وأنت ما لازمش تسمح لروحك تغلط فيها، لأنها تلمو سهلة لزلف كامل اللي يقراو هذا الدرس يضمنوا نقاطي تاعهم. إذا مادا بيا أنت تكون مع المجموعة اللي يضمنوا نقاطي. تفضلوا معايا السبورة نديروا الدرس وبعد في آخر الفيديو نعطيكم تمرين أنتم تعلقوا لنا عليهم في تعليقات. قبل ما تفضلوا السبورة مادا بينا وكان تشتركوا معنا على القناة تاع اليوتيوب ناصري أونجلي وعلى حساب الانستغرام ليوصلكم كامل الملخصات والنوتيفيكاسيون على الدروس جدد، وان شاء الله تعلموا انجليزيه ايضا في النطق. ماذا بينا تستفادوا كامل. هاي تفضلوا معايا للسبوره. اذا كما كنت نقول لكم مقبله، اسئله النص مكونه من 7 نقاط وخمس دروس. كل هذه الدروس عليها نقطة نقطة ونص نص نقطة زوج نقاطي اكسيتيرا. حنايا حنسيو نقضوا على كل درس وحده، يعني في كل فيديو حنريفيزيو هذاك الدرس مليح ونديروا عليه تمارين، نبوزيو لكم أسئلة تريبونديو لنا عليهم في آخر الفيديو، وإن شاء الله حتى وين تدربوا عليه وتولوا تفهموهم. كي تفهم هذاك الدرس أفونسي اللي موراه، ومن بعد اللي موراه حتى وين تتحصل على 7 على 7 في أسئلة النص في البكالوريا اللي قلنا اليوم reading comprehension. في هذا الفيديو حنقضوا على الدرس من هذوك الدروس يتلقى عليه نقطة ولا نقطة ونصف. الدرس قلنا اسمه underlined words. قلت لكم يمد لك جمل ومن بعد يسطر لك على ضمير ولا pronoun اللي قلنا هو المفتاح تاعو تاع هذا الدرس. البرونون هدايا باش تلقى على من يولي هذا السوجي لازم تولي لي الجمل التي قبل هذه الكلمة المسطرة وتبدا تحوس لي. بصح واش قلت لكم؟ قلت لكم pronouns هو المفتاح تاع الدرس، وانتوما كي ديروا تسمعوا كلمة pronouns في راسكم راح يجيكم the normal personal pronouns I, you, he, she, it, we, they. لكن قلت لكم بلي كاين عدة أنواع من الضمائر، يعني personal pronouns, object pronouns, possessive pronouns, etc. حنايا راح نسمي لكم هنا نبداو بلا باز، نسمي لكم الضمائر العادية اللي عندنا، وهذو ما قلت لكم this is a key lesson، معناتها حتتلاقوا به في دروسهم جايين، من هذوك الدروس tenses. واش فاو قلت لكم tenses is the most important lesson. تسمع أنا ندير لك هنا الضمائر العادية، ومن بعد شتو اللي قلت لكم possessive pronouns, object pronouns، هذوك نسميهم مشتقات الضمائر، يعني نسمي مشتقات الضمائر هذوما، نسمي لكم المشتقات تاعهم، ومن بعد نوري لك في التكست كيفاش تقدر تلقى هاد الضمائر. واش نديرو؟ نبداو بالضمائر الأولى personal pronouns تاعنا، على بالي تعرفوهم كامل مي تبعوا معايا. عندك أول ضمير اللي هو I، وموراها عندك you، موراها عندك he, she, it، موراها عندك we، وموراها they. هم لك الضمائر العادية اللي عندنا في هذا الدرس ولا اون جينيرال في لونجلي. انا، انت، هو، هي، الشيء، نحن، هم. بور لو مومون على بالي تعرفهم كامل، كون راسو سياله وتكتبوا معايا، خاطش دوك هنا يبدا الدرس يزيد يتعمق اكثر. اذا دوكا هاد الضمائر هادوما اللي انا مدايرينهم عندهم مشتقات اللي هضرنا عليهم. المشتقات كي تسمع كلمة اي ولا تشوف كلمة اي مسطرة في النص، عندك اي نقدر نقول ثاني عليها
مي يعني أنا نفس الشيء. نقدر نقول عليها ماين يعني حاجة تاعي. نقدر ريماركي هادو ما كامل يولوا على I. هنا نقدر نقول my ونقدر نقول myself. ريماركي هادو ما كامل يولوا على I. شفع عليها مليح هذيك تشوفها في النص. You المشتقات تاوحها عندك your yours ولا yourself. كيف كيف هادو ما كامل يولوا على الضمير you. داكور نروحوا لهي عندك his him himself هادية تولي على هي كامل يولو على هي. نروحوا لشي نقولوا her hers ولا herself. نسحقك في الكاي كي تكتب لي هادوما اكتبهم قدام بعضهم خاطش كامل يولو على نفس الضمير. وهادوما دوك نشرحوهم بالعربية باش تفهموا اكثر. it عندك its ماشي اللي فيها أبوستروفة its هكذايا ولا its self. صح انا نحب نزيد هنايا this و that. this و that ما قلنا نقدروا نكتبوهم وحدهم بصح انا نزيد لكم this و that. عندك we كي يقولوا we يعني نحن. دوكا we عندها مشتقات منها us our ourselves ours. هادوما كامل مشتقات يولوا على وي. صح they دوكا they هي اللي مدوها بزاف في الباك كي نشرحوهم منا نوريكم علاش وكي نحلوا لي سيجي تزيدوا تفهموا اكثر. they كي نقول لك they نقدر نقول لك their ولا them ولا themselves ولا all ولا others ولا these ولا those. ريماركي بارابور الآخرين they هي اللي فيها بزاف. they اللي عندك بزاف مشتقات يقدروا يولوا على they. تسمى في هذه الحالة دي أرميت واحد أخرين هنايا خاطش عندهم نفس العائد يولوا على نفس الشيء كيما they. دوكا أنا تلميذ كي يشوف حاجة كيما هذه يقول لي أستاذ فهمت الدرس اسمه فهمت الشيما تاعو. قلت لكم كل درس عنده اسم شيما قانون اكزرسيس. فهمت الشيما تاعو فهمت واش يجي القوانين يجوا في هذا الدرس بصح كيفاش الريبوندي على البكالوريا كيفاش الريبوندي على امتحان تاع المستويات واش ندير. كي يعطي لك اي واليو اذا عطى لك الاي واليو اعرف باللي معظم الاحيان هذاك النص حيكون على شكل letter. كي نقول لك letter يعني رساله انواع النص. letter هي رسالة. إيماجيني النص تاعك كان رسالة ويسطر لك في هذه الرسالة على I will you. نعطيكم إكزومبل فقط نقول له رسالة نقول نبدأوها الرسالة دائما في الإنجليزية بdear. نبدأوها بdear يعني شاغ يعني إلى ودائما تخلص بس from. from هنايا معناتها dear معناتها إلى وfrom معناتها من طرف. نقول أنا for example dear أستاذ تيوش I am teaching in Ecole Morsi. I am having fun with the students. ريماركي وش ندير هنا إلى أستاذ تيوش أنا أدرس في مدرسة مورسي أنا أمرح مع التلاميذ ولا أعجبني حال مع التلاميذ. شكون I شكون ياو يهدر الكاتب اللي بعت الرسالة ولا المؤلف تاع هذاك النص. تسمى هنا وش نقولوا على I وماي وماي سيلف أعرف باللي نهضروا على الكاتب ولا المرسل. احنا هضروا على الكاتب ولا المرسل كي نستعملوا داخل للرسالة I. دوكا كي يعطي لك you your yours yourself في هذه الحالة هذه انا نهضروا على القارئ ولا المرسل اليه. انا نهضروا على القارئ ولا المرسل اليه اللي بعتنا له هذيك الرسالة. نعود me I me myself etc المرسل اللي هو يهدر you yours. imagine في الرسالة نقوله dear أستاذ تيوش I am teaching at Ecole Morsi you should come and visit you مع مراني يعني مع الأستاذ تيوش. تسمى في هذه الحالة هذه القارئ اللي وصلته الرسالة الآي اللي في الرسالة دائما حتلقاوها هنا دائما حتلقاو اسم الكاتب في الديف تحتها كامل أغوش ولا أدروات. يو داخل الرسالة راح تلقاه هنا يو تلقاوه في الديبيو تاع الرسالة إلى تمام عملاني نهدر في هذه الرسالة هكذا تستخرجوا لي الاي واليو. دوكا الباقي شغل فريمون ساهلين حتى نوصل هنايا. عندك هي هيز هيم هيمسيلف هذه باش تعرفها نقول لك فور اكزامبل أسامة
is visiting Paris. He wants to go to La Tour Eiffel. أسامة راه يزور فرنسا. إنه يريد زيارة La Tour Eiffel. إنه علي من راني نهضر على أسامة لازم يكون أنا نهضر عليه هي ومشتقاته على المذكر بصح أي نوع تاع مذكر لازم يكون المذكر المفرد obligatory يدير لك المذكر المفرد يعني لازم تهضر لي ما تقدرش تلقى مذكر الجمع وما تقدرش تلقى المؤنث لازم يكون مذكر تحوسي يعني الفاعل اللي رانا نهضروا عليه وهذه تنشى بلا براتيك هذه تتمشى بلا براتيك لازم تحلوا لي عده نصوص وتجبد لي underlined words تحمل عليها نقطه ونوصل لنقطه باش تقدر تفهم ولا تضمن نقاطي تاع هذا السؤال دوكا روحوا لشي هير هيرز هير سيلف في هذه الحاله هذه شي ومشتقاتها يولي على المؤنث ماشي الجمع المؤنث المفرد هنا يعني نكتبوا المؤنث المفرد هادوما يسحقكم تبراتيكيهم سونزاري في النصوص اي شعبه كانت يمدوا لهم هادوما روحوا الات اتس اتسلف ذس او ذات هذه سهله مهله هذه تولي على الشيء البلد ولا الحيوان كي نقول لك انا الشيء البلد ولا الحيوان يعني الشيء المكان ولا الحيوان ماشي اوبليجي يكون بلد داكور تما هنايا ات اتس اتسلف لازم تولي لي الديبي تاع الجمله اللي قبلها وتبدا تحوس لي على الفاعل تبدا تحوس لي بعقلك وقت تشوف وقت تسمع حتى وين توصل للفاعل اللي انا نهضروا عليه في الجمله الثانيه صح كي نقول لك انا وي اس اور اور سيلفز اور هنايا رانا نهضروا على الجمع لكن الرمارك في هذه الحالة هذه تاع الجمع سيكو نوع الجمع هذا لازم يكون الجمع البشر ما يقدرش يكون يعطي لك جملة we our ours ويهضر لك على tables lamps for example roofs buildings لازم يهضر لك على humans يعني الاسم اللي نحوس عليه في الجملة اللي قبلها لازم يكون lawyers ولا astronauts ولا humans ولا readers صديقو الفاعل اللي أنا نهضر عليه أنتو كان لازم يكون فاعل بشر داكور هذه هي we هادو هما تسمى الضمائر توعنو مشتقاتهم تبع معايا ماشي كيما تفهمهاش لا بريمير فوا معناتها سي بون هذا الدرس اصعب درس في الانجليزيه نو بالعكس هذا من اسهل الدروس لتلاميذ يتحصلوا على علامات ممتازه فيه تبع هنايا عندنا ذي ومشتقاته ذي ومشتقاته اعرف باللي باش تريبوندي على هذوما لازم تعرفهم كامل خاطش هذوما اللي يمدوهم بزاف في الباك شوف مليح انا كي قلت لك انا وي اور اور سيلف المشتقاته تهضر على الجمع البشر ذي وعليه يمدوها بزاف بارابور الاخرين خاطش ذي ومشتقاته تهضر على الجمع اون جينيرال الجمع اون جينيرال كي نقول لك اون جينيرال معناتها يقدر يكون بشر شيء بلدان حيوان بطيمات لومبا طاقه يقدر يكون اي حاجه lamps buildings tables chairs roofs humans يقدر يكون اي حاجه يمدوا هذا بزاف خاطر على هو لي مولتي برانش تما يقدر يكون اي حاجه كانت تما تا واش دير لو كان يسطر لك على اي واحد من هذوما كيما شرحت لكم مقبله تولي لي الى بدايه الجمله اللي قبلها وتبدا تحوس بسويه so you start from the beginning of the phrase before this تما before it لا فراز اللي قبلها وتبدا تحوس لي على الفاعل شوف نعاود فور لا دانيير فوا كي يعطي لك I, me, mine, our, myself هذه راح تهضر على الكاتب ولا المرسل صديقو نوع النص اذا كان النص نورمال الكاتب اذا كان الرساله المرسل المرسل كن قلنا تلقاوه في بدايه الرساله كي يقول لك يو يور يورز يور سيلف هنا ويهضر على القارئ يعني ريدرز ولا المرسل اليه المرسل اليه تلقاه قلنا في نهايه الرساله صح دوكا نروحو لهي هيز هيم سيلف اكسيتيرا هنا قلنا لازم كي تولي للديبيوت على فراس اللي قبلها تولي من بدايه الفراس يو نيد تو فايند ا ماسكولين ولا ا ميل سينجولار بصح لازم تلقاه ذكر مفرد داكور كي تولي للديبي ما تقدرش تلقاه في الجمع لازم مفرد كي نقولوا شي هير هيرز هير سيلف منا لازم نحوسوا على المؤنث المفرد هذوما هي وشي والمشتقات تاعهم يتحفظوا ثاني خاطر يمدوهم في بكالوريا ولا في امتحان المستوى هنا عندك ات اتس اتسلف قلنا تولي على الشيء البلد ولا المكان ولا الحيوان هنايا وي اس اور اور سيلفز اورز تولي على الجمع اي نوع تاع الجمع البشر لازم يكون بشر ولا المتكلم اللي راهو يهضر
كيف يقول لك they, their, them, themselves, all, that, those, these. هذه قلت لكم تولي على أي نوع تاع الجمع. هذه بلا براتيك تولي تقدروا تصيدوهم مباشرة. دوكا عندي واحد الاستثناء. عندي واحد الاستثناء نهضروا عليه. الاستثناء هذا وش يكون؟ بو نخليكم ديروا كابتيو ديكم على هذه دقيقة ولا اكتبوها ولا صوروها. وبيان سور قلت لكم اللي عنده اي سؤال اي سؤال ما عليه غير يطرحه لنا في التعليقات ونريبونديو عليهم كامل وتريبونديو لنا التمرين اللي عطيه لكم في التعليقات. نمدوا لكم النص ونقول لكم اعطونا على وش يولوا الكلمات المسطره. تدرب كلي راك معايا في القسم حضوريا ولا في الدورات في الولايات. تدرب على الانجليزيه. قد ما تدرب قد ما توالف قد ما توالف قد ما ستريس يروح لك البكالوريا ولا الامتحان تاعك تاع المستويات. اذا هكذا نورمالمون كو كتبتو. دوكا تفضلوا معايا نروحوا الى الاستثناء الخفيف تاعنا ومن بعد نفضلوا للتمارين. اذا الاستثناء the exception that we have in this lesson. الاستثناء اللي عندنا في هذا الدرس هو كي سطرنا على واحد من هادوما who which where whom whose. قلنا مقبله في ليست الضمائر الاولى personal pronouns possessive pronouns كي سطرنا على I, you, he, she, it, we, they وكامل مشتقاتهم واش نروحوا نديروا؟ نبداو من بدايه الجمله التي قبلها ونجو جايين نحوسوا على الفاعل تاعنا. لكن في هذه الحالة نعطيكم دي زيكزامبل وانتم وحدكم تفهموا. لو كان نقول لك فور اكزامبل سامير سامير الذي اشترى السيارة. الذي علي من تولي سامير. المدرسة التي فتحت في القبة. التي علي من تولي المدرسة. نقول لك فور اكزامبل سلمى الذي التي اشترت الملابس. التي علي من تولي سلمى. في هذه الحالة هذا اسكو رانا نولوا للديبي تاع الفراز اللي قبلها؟ لا لا، في هذه الحالة هذه رانا نروح للفاعل الذي قبله مباشرة، يعني تلقاوه لاصق فيه كيما درنا مقبلة رحنا لبداية الجملة التي قبلها. في هذه الحالة هذه كي صطلك على هوتهم تلقاو الفاعل لاصق فيه مباشرة. بار اكزومبل واحدة أخرى، أستاذ ناصري الذي درس في البليدة. الذي علي مرانا الأستاذ ناصري ماشي أوبليجي نولوا الجملة اللي قبلها باش نلقاوهم. تسمى هنا في هذه الحالة نكتب لك أنا الفاعل الذي 99% من الوقت تلقاوه هكذا قبله مباشرة. الفاعل الذي قبله مباشرة. هاو ليك الاندرلايند ووردز في هذه الحالة. نعاود استاذ واحد يقول لي استاذ واش الفرق بين هادو اللي درنا مقبلة؟ نو هادو ما ماشي كيف كيف. الاخرين قلنا تولي لبداية الجملة التي قبلها. هادو ما لكن تحوسونا غير على الكلمة التي قبلها. كيفاش نديروا هذا الاكزرسيس باش نريفيزيو؟ حنا دوكا نروحوا نحكموا مجموعه تاع النصوص في البكالوريا ونبداو نريبونديو عليهم. كي تجاوب على هذوك الكلمات المسطره روح شوف الكوريجي تاع الباك ولا تاع الامتحان تاعك. اذا لقيتهم نفسهم اللهم بارك تقدم، اذا ما لقيتوش نفسهم عاود التمرين وعاود التمرين حتى وين تفهم المبدا تاعنا. هذا هو الاكسبشن الوحيد. ريكابيتولاسيون تاع الدرس يعطيك في النص كلمه مسطره يقول لك who or what do the underlined words refer to. إلى من ولا إلى ماذا تعود الكلمة المسطرة في النص. أنت واش راح دير؟ تحوس لي على الفاعل في الجملة التي قبله في البرونونز اللي درناهم مقبلة. في هذه الحالة هذه تحوس لي على الفاعل الذي قبله مباشرة. الأول اللي بان لك قبله هو الفاعل تاعهم هذوما. و دوكا نتفضلوا إلى الأسئلة تاعنا ليكم يا تلاميذنا الأعزاء. حنبوزيو لكم دي كيسيون من واحد الموضوع وانتم ما تروحوا تحكموا هذاك الموضوع وتسيوا تحوسوا لي عليهم. حوسوا لي على كلمة مسطرة والفاعل تاعهم وخليهم لنا في التعليقات وحنا نصحوا لكم في التعليقات. إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذه النقطة ونص في جهة النصوص على شهادة البكالوريا. وإن شاء الله هم جايين دروس أخرى ماذا بينا تستفادوا كامل. ما تنسوا تشتركوا معنا على القناة ناصري أونجلي في اليوتيوب وعلى الانستغرام باش يوصلكم الملخصات والجديد على الإنجليزي. هاي نتفضلوا دوكا إلى التمرين التاني. نبدأ بالنص الأول تاعنا اللي عطاونا كما راكم تشوفوا فيه ثلاث فقرات. هنا يسطرون على إت وهنا سطرنا على ذاي. وش قلنا احنا ات؟ ات تكون على الشيء ولا الحيوان ولا البلد. وفي هذه الحالة ذاي تدل على الجمع بكل سهولة. نشوفوا الجملة اللي جاية قبلها نبدأ نقرأه. So a moon habitat for humans will have to be tough and very sturdy. ات قلنا تعود على الشيء مباشرة هنا a moon habitat. هاوليك السؤال الأول تاعنا هاي الكلمة الأولى تاعنا كيفاش ريبوندينا عليها؟ A moon habitat. دوكا روحوا الكلمة الثانية.
they على بالنا بلي حنحوسوا على حاجه في الجمع قبلها. مباشره نبداو نقراو الجمله هذه. The materials to build the moon habitat should be lightweight since they will have to be boosted out of the earth's gravitational field using rockets. المهم حنا نحوسوا على الجمع اللي جاي في الجمله اللي قبلها. بيان سور الكلمه اللي تقابلكم هي the materials. نعود it تعود على a moon habitat و they تعود على the materials. كما قلت لكم مقبلة اتحوسوا على المفرد تكون شيء ولا بلد أو حيوان، والجمع they تولي اللور تلقى the materials. هاي نروحوا للنص الثاني. النص الثاني عطالك فيها that و they. نعطيكم واحد الريمارك، كي يعطيكم ذات اعرف باللي كي يعطوك ذات وات ولا وير الكلمه اللي رانا نحوسوا عليها تجي قبلها بشويه، ما راحش يبعدوا بزاف بارابور كيما كيمدوا لك ضمير يعوض الجمع او مفرد او مذكر او انثى. ذي في هذه الحاله كي نبداو نقراو understanding that a large amount of consumers are on low carbohydrate diets has led to an increasing number of products that are labeled as low carb. تبقى منح معايا increasing number of products that are labeled as low carbs. هذه المصنعات المواد ولا المواد اللي نتجوهم لي التي تسمى باللو كاربس. التي هذه علي من تعود تعود على products. نزيد نروحو هنايا ذي. هنا ذي بيان سور نقولو وين تبدا الجملة ولا اللي قبلها سا ديبون. في هذه الحالة نقراو male surveys are useful because they. حوسوا على وشنو هذه اللي ذي male surveys. قلت لكم تابليك القانون ما كاش كيف اشتغلت في هاد الجور دي زيكزرسيس. انا عطينا لكم الاكزومبل الاول في الحالة تاع it a moon habitat. الاكزومبل الدوزيام they the materials. الاكزومبل تروازيام ذات هنا تعود على البرودكتس و because they تعود على male surveys. دوكا نتوما في لي كومونتير راني نستناكم تشوفوا اذا فهمتوا ليكزارسيس. روحوا ديروا لي هذا النص اللي عطيت لكم، عطيت لكم هذا النص اللي مسطرين على their consumption و besides they. عطيت لكم هاد الزوج كلمات هذوما، نتوما في التعليقات ريبونديو لي عليهم اكتبوا لي ذير على واش تعود وقد تحتها ذي على واش تعود. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد التمرين هذايا والدرس هذايا، ومزيد من فيديوهات قادمه ان شاء الله باش تزيدوا تستفادوا اكثر. اللي عنده اي سؤال يسقسينا عليه في لي كومونتير. بارك الله فيكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.